yaşımda kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl oldum ben, en yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış biri yokmuş diyemem, her masanın sonu varmış bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. مرت عمي، بشو عم تفكري؟ بالي مشغول على نفيسي، الله أعلم شو صاير فيها. من لما عمك أبو خليل منعنا نحكي مع حدا منهم، وأنا كل ما أجي أمسك موبايلي لأتصل فيها برجع أتركه، وقلبي مو مرتاح بالمرة. أنا بحكي معه وبطمن عليها، شو رأيك؟ لا مو حلوة، ما بدي تفكرني أخذ موقف منها. ستنا ما تواخذيني، مو قصدي اتدخل، بس سمعت شو عم تحكوا وحكيت مع الخالة ريحان اليوم. ايه وقالت لي اجا جوزها لملك بده ياخذوا الاولاد ويرجعوا على المانيا. عم تحكي جد؟ هيك قالت لي الخالة، والمخلوقة ما بتكذب بتعرفيها. الحمد لله يا ربي خلصنا منها، واخيرا سمعنا خبر حلو. خير ان شاء الله، وجوهكم عم تضحك. ملك وولادها رح يسافروا. الحمد لله أنا هلأ ارتاح بالي. والله وأنا كمان، كنا قاعدين على أعصابنا طول الوقت. إجا جدك. مساء الخير يا جماعة. مساء الخيرات جدي، كيفك دكتور؟ تعا أقعد هون. خير إن شاء الله. ما في إلا الخير، قال ملك وولاده رح يرجعوا مطرح ما إجوا. منيح اللي رح تنقلع قبل ما تكبر القصة أكتر. الحمد لله يا ربي، دعواتي ما راحت على الفاضي. وانت يا أبو خليل خلص ريح بالك، بالأخير ما بيصح إلا صحيح يا زمرد. مزبوط. وأنا عندي إليك خبر حلو، خليل حكى مع هديك البنت اليوم، وبكره رح يشربوا قهوة مع بعض. لا مو معقول. بلا، سمعته بإذني هو عم يحكي معه. الله يفرح قلبك مثل ما فرحت قلبي بهالخبر. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله بتضل أيامنا كلها فرح وسعادة. هاي الأخبار اللي بتفتح النفس. أيوة. ديلان يلا حطي لنا الأكل، بدي السفرة تكون غير شكل على العشاء. شكراً. إيه يعني سافرت؟ ما بعرف، ما بظن تترك ولادها لحالهم. كيفك أنت؟
ضميري مو مرتاح، حابب أوقف جنبه وساعده، بس حاسس في شي عم يمنعني. أنت عالآن بين قلبك وعقلك، حابب تمشي وراء قلبك بس خايف تنجرح مرة تانية، وإذا بترد على عقلك رح تضل ملك عم تتوجع، بس إذا جربت تساوي بين اثنين ما بتضر حالك ولا بتضر اللي حواليك. هذا هو وضعك هلأ. إيه والله كلامك مزبوط، إيه والله إيدي مربطين، ومين بيعرف شو الظروف اللي عاشتها لحتى جابت أولادها ورجعت. فكرت حاكي زوجها وأسأله، بس مو حلوة بحقي، وإذا ضليت عم بتفرج ضميري بيجعني. برأيي لازم تكون هادي وتحاول تمسك أعصابك، كل شيء له حل. أنا وأنت متفقين إنه في شيء من ورا رجعتها لهون، بس للأسف مو طالع بإيدنا نعمل شيء. هون المشكلة. ومع هيك ما تحمل حالك فوق طاقتك، سلم أمرك لربك وهو أدرى بحالك، وإذا هي بمشكلة فيك تدعي لها أنه الله يكون معه ويساعدها. يا رب. يلا تفضلوا على الأكل. خير إن شاء الله. ليش عاملين هالأكل؟ في عرس ولا عيد؟ مو هيك عمي، بس قلنا كم يوم مزاجنا معكر وكان جو البيت مكركب، فوصيتهم يعملوا سفرة لحتى نلتم ونتعشى مع بعض. ما في أخبار من محمود؟ لازم يكون على الطريق هلأ لأنه ما رد على موبايله. يلا سموا بالله. ها ليكو إجا. فوتوا. لك يلا. محمود شو عم يصير؟ ليش لساتهم هون؟ ملك مريضة بابا. شو؟ كنا بالمشفى. خير شو صاير معك يا بنتي؟ ما في شي عمتي لا تخافي، شوية توتر. وليش ما سافرت طالما قادرة توقف على رجليها؟ بابا الدكتور عمل له فحوصات وتحاليل ومنعها تسافر لحتى تطلع النتيجة. شو بدي أعمل؟ اتركهم يناموا بالشارع مثلا؟ مو ظابطة. بعرف إني عصيت أمرك بس والله كنت مجبور. بكرة بتطلع النتيجة وبوصلهم بإيدي على المطار، بس مشاني تحملهم هي الليلة بابا. المعاملة اللي منيحة معكم ما بتنفع، من وراها صارت كلمتي ما لقيمة بالبيت. ليش لساتكن واقفين؟ تعالوا يلا اقعدوا على الصفرة. حبيب قلبي التيتي جوعان، تعا معي لطعميك. تعال فوتوا يلا، شو ناطرين؟ برد الأكل؟ لا عمتي بلا ما نعود، خلي بابا يكمل أكله. لا تناقشيني وتعوا على الطاولة، هلأ ريحان بتاخد له صينية الأكل اللي عنده على الغرفة. يلا تفضلوا. ملك جيبي ولادك يلا. ما خلتنا نتهنى بأكلنا، شو هالبلوة اللي ما عرفنا نخلص منها؟ برافو والله، مو فارقة معك تعدي على صفرة ما حدا عزمك عليها، على صفرة الرجال اللي قلعك ألف مرة. لا تحكي بوقاحة مدحت. أنا اللي عم بحكي بوقاحة؟ وجرحي اللي لسه ما نشف لهلا
مدحت، الصبي اجى اليوم ليعتذر منك، اعطيه بس فرصه يحكي ويفسر لك ليش هيك سوا. روح حبيبي واعتذر من خالك. قيموا السكاكين عن الطاولة، هاد مجنون. أنا آسف، بعتذر. اعتذارك مرفوض وما عجبني. لما بدك تعتذر خلي يكون من قلبك، مو انت عم تبتسم وترمش بعيونك وحواجبك. عم تفهم؟ وانا بنصحك تترك امي بحالك. ما قلتلكم؟ مين مفكر حالك؟ عم ترفع ايدك بوشي يا حقير؟ خلاص شو صار لحالك؟ كرم، بدكم تفضحونا هون اخر الليل؟ شبك مدحت، جنيت شي؟ الصبي اجى مشان يعتذر منك، شو عملت؟ مد لك ايده وضربته وبعدين معك انت؟ محمود حاجتك بقى، اعتذاره لا بيقدم ولا بيأخر. انت يلي حاجة بقى، صره للشر. بأمرك، وانبسط بسهرتك معهم. صحتين وهنا يا عمتي. أنت منيح يا عمري؟ احترمته ومديت له إيدي. طيب روق، بعدي عني. شباك لوين؟ قلت لك من الأول بلا ما نجي. كرم، كرم لوين رايح بهالوقت؟ تركيني. رح شوفه. محمود، ما تخليه يروح لعند أبوه بترجاك. خلاص ملك، لا تقلقي. كرم، روق شوي، خلينا نحكي، وقف شوي. تركني بدي روح. لوين رايح؟ ما شفت شو عمل معي؟ معلش، خالك وبيمون ولساته متضايق من اللي صار بيناتكم. معك حق، إذا خالي لازم اسكت له حتى لو مسح فيني الأراضي. بالأول رفع سلاحه بوشي وهلأ ضربني وسكت له، بكفي. بترجاك اهدى شوي، شبك رح يهروا دموعك من عصبيتك. لعلمك أنا حاسس فيك، دم الشباب فاير على طول وما بيتحملوا الإهانة حتى لو من نظرة. وقت كنت بعمرك كنت أقوم لقيامي على شغلات تافهة ومدحت هيك كمان، لهيك اسمع مني وما تكبرها، لأنه أمك مريضة، على قليل شفاق عليها. هديلي أعصابك وروح تمشالك شوي، شرب لك كاسة شاي على رواق وبعدين ارجع لهون. اتفقنا؟ ما ضل الأوتيل بعين تاب ما رحت عليه، إن شاء الله يقبل يفوتوني. تفضل، أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا صهر عيلة كرداغ وبدي غرفة لو سمحت. حضرتك سيد ألباي، أهلا فيك. هلأ بعطيك أحلى غرفة بالأوتيل، بس الدفع نقدي حصراً. ما عندي مشكلة، بس كان فيني روح على أوتيل خمس نجوم لولا ابن حماي، هو اللي دني على هذا الفندق. ما تواخذني، بس هون عنا الدفع سلاف. الله يجيبك يا طولة البال. ألو معلم مدحت، الباي كان هون وعملت مثل ما اتفقنا. إمتى اجا؟ من شوي. طلع من زمان من عندك؟ لا هلا، لساته قريب. طيب عزبتك معي. عم يشوف الأوتيلات التانية. ماشي، مشكور. مدحت الواطي متفق مع كل أوتيلات عين تاب ليزلني،
ها مني شغلتك وعملتك من لما جيت. يا ربي دخيلك. طلعت مالك رجال ولا حتى قد كلمتك. نحن على شو اتفقنا؟ مو على أساس تأخذهم وتسافر؟ ليكن رجعوا على البيت لعنا. طول بالك وروح حاسب أختك، هي ما رضيت حالها. ولك أنت على مين عم تضحك؟ شو شايفني ولد؟ محمود كان هنيك قبل موعد الطيارة، عملت حالة تعبانة وقعت على الأرض، وكنت مشتري التذاكر وحطيت كل المصاري اللي معي. أنا صفيت بالشارع وعلى لحم بطني من الصبح. بعرفكم كرمة شبك، ضبيت لصهرك شي أوتيلي نام فيه، وبكرة باخد ملك والولاد ونمشي. لك بلا صهري بلا بطيخ. اسمع لقلك واعتبره آخر تنبيه، من هلأ ورايح ما بدي شوف خلقة حدا فيكم بالبلد، عم تفهمني؟ نقلع من وشي. طيب دبر لي اوتيلنا في الليلة. شو هاد؟ ست زمرد؟ عنيتي لجهازك بعد هالعمر؟ هاد جهاز عروسة خليل، من 20 سنة مخبى، صار لونه أصفر. اشتغلته بهداك الوقت أنا ونفيسة، لما كنا إيد وحدة ونشتغل سوا كل شي. أنت شكلك حابة تفتحي الدفاتر القديمة. صحي صار ماضي بس ما بيروح من بالي. طلع على حالتك، مر 20 سنة ولهلأ لساتك متضايق منه، ما قدرت تنسى أبدا. بقول لحالي مرات شو كان صار لو تزوجوا وصارت ملك كنت هالعيلة، شو كان صار لو هالجهاز انفرش من 20 سنة، ولو عاش خليل مع ملك مبسوطين وجاب أولاد، شو كان صار لو كانوا أولاد هلأ هنن أولاد ابني وأحفادنا؟ كنت هلأ قاعد مع أبو محمود وعم تتخانق ومين بده يلعب الولاد قبل التاني. ما تسميلي بدني بهالسيرة، شيلي هالأغراض ورجعيهم على الخزانة. لا، من اليوم ورايح ما عاد خبي الشغلات يلي بحبها بالصناديق، هدول مانن لملك، هدول لابني خليل. من بكرة رح يشق طريقه من أول وجديد مع مريم ويكملوا سوا إن شاء الله. الجو بارد كتير برا، طلعت أقعد شوي مع عمر على التراس، تجمدت. قربت الشتوية يا بنتي. شوفي مرت عمي. ما في شي يا روحي، طلعت جهاز خليل القديم صار لونه أصفر، قلت بلكي بنعطيه لحدا. صار لازم نطرز له جهاز جديد يا بنتي، وأنا كبرت على التطريز والخياطة، دوري لنا على مرة شاطرة خليها تعمل لنا جهاز جديد ومرتب. مو بكير شوي مرت عمي؟ لا مو بكير فيلدان، بالعكس تأخرنا كتير.
كيف بتعمل فيني هيك تيو؟ استغنيت عني؟ عم تغني محلي وأنا قاعدة بهالمقبرة. مساء الخير، أنا عمر، بالي عندك صرتي أحسن؟ كيف بدي أكون أحسن بين هدول الناس؟ كيفك هلا؟ مو منيحة. انتي بالبيت؟ هاد مانو بيت، هاد جهنم بذاتها، عالطالعة والنازلة بهدلة. ما بدهم ياكن تبقوا ما هيك؟ ابدا، كتير مقهورة لانه كان لازم كون بمكان تاني، مكان بيشبهني وفي كل الشغلات اللي بحبها، بس انا هون بعين تاب. وبسبب مين؟ الدكتور عمر. عفواً ما فهمت. جد ما فهمت؟ لو ما تدخلت اليوم بين أبي وكرم ونحن بالمطار كنت سافرت ومشي الحال، كنت بالمكان اللي بحبه. ما تواخذيني، بس شفتك بحاجة لمساعدة. لنفترض أني بمصيبة، أنت شو دخلك؟ تعرف شو صار من ورا حشريتة؟ الحياة اللي بحبها وأحلامي الكبيرة عم بتعيشها وحدة غيري بهاللحظة، وأنا مسجونة بهالبيت وإيدي ورجلي مربطين. ما أنك ملاحظة أنك أنانية زيادة وأنك عطول ما بتفكري غير بحالك؟ وين الأنانية بالقصة؟ لو ما تدخلت ما كانت أمك لحقتكم بالمطار، وكنتي رحتي عشتي حياتك وأمك عم تموت هون ألف موتة. شو دخلك؟ حياتي وأنا حرة فيها. ولا أنت متعود تحشر أنفك بحياة الناس؟ أنا ما فيني شوف حدا عم ينأذى وغمض عيوني. أنتي مشكلجية وما بتحطيها واطية، يمكن الحق علي اتصلت اطمنت عليكي. مو عتبان عليك، ووفر بطولاتك هي لشي بنت محتاجتها. والله أيامك أنسى دفنا، قاعدة قاعدة رومانسية تحت النجوم وفاتحة أحاديث. مع مين عم تحكي؟ لك إجت قدرية الوقحة. بس انتبهي، إذا بيشوفك عمي بيكسر لك الموبايل. بلش تسميع الحكي اللي بيسم البدن من وراه. عكل صار لازم سكر. عم بحكي مع حالي؟ شو؟ مشكلجية؟ والله البنت شايفة حاله مشكلجية كتير. امتى اجيت؟ ما انتبهت. كيفك عمي؟ طمني عنك. الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله. عود. تعرف شو؟ انا اليوم عملت شغلة ما كان لازم اعملها. شو عملت؟ شفت دفنة الصبح، بنت الخالة ملك، ووصلت على المطار هي وأخوها الصغير. إيه؟ كنت مفكر إنه الخالة ملك بدها تسافر معهم، بس طلعت غلطان. طلع أبوهم بده ياخدهم من دون علمه. لما وصلنا كان كرم عم يتخانق مع أبوه ودخلت بيناتهم. بعدين إجت الخالة ملك وكبرت القصة. الله يحمي المع. معناها الحق علي، لو ما تركتها تروح لحالها على المطار. كنت معها الصبح يعني؟ مو هيك، كنت مع إحسان بالمخفر عم نطمن على كرم. الله يكون بعونه. ويلا زوجها اللي طلقها وأخذ الأولاد منها، ويلا ابنه اللي انشحط على المخفر.
يعني ملك اتطلقت؟ ما رضيت تخليه ياخذ الاولاد، بس الزلمه طلع معه ورقه بتثبت انه الحضانه له. قعدنا بالمشفى انا ودفنا وحكينا، قصتهم معقده. وليش كنتوا بالمشفى؟ لانه لما كنا بالمطار الخاله ملك رميت، واخذناها على المشفى مشان نطمن عليها. ولساتها بالمشفى يعني تعبانه هي؟ لا صارت منيحه وتحسن وضعها كثير، شافها الدكتور ضياء وطلب شويه تحاليل وخرجها، بكره بتطلع النتيجه. شكله صاب انهيار عصبي، بتعرف من لما اجت المسكينه وهي كل يوم مشكله. مرر، حرام عليك. شو عم تورجينا فنياتك يعني؟ تعال إذا بدك فوت لعب معنا، أصلاً ناقصنا لاعب. تعا تعا. مساء الخير، أنا كرم. كرم كرم كرم. برافو، لعبك كتير حلو، شكلك خبير وعم تلعب مع شي نادي مشهور. ايه، نادي نجوم الشباب ببرلين. حلو كتير، يعني انت ألماني؟ يعني ايه، فيك تقول ولدت هنيك. شو رأيك تنضم لفريقنا؟ في عنا مباراة قريبة بكرة، راجع على ألمانيا. شو هالحظ؟ طيب عند مين قاعد؟ وإمتى ممكن ترجع؟ ببيت كرداغ. عند عمه أبو محمود. ليش انت شو بتقربه؟ يعني قرابة بعيدة. فهمت عليك. يلا شباب، يلا كل واحد ياخذ موقعه. هلا وقتك انتي. ايه حبيبتي فوندا. شي حلو حبيبتي فوندا. كيفك الباي؟ ان شاء الله امورك كلها تمام، بما انه ما دفعت لنا كل المصاري رح تشوف منا الوش الثاني. وهلا اسمع شو رح يصير. رح تكون السيدة فوندا مكانك ورح نتعامل معها بطريقتنا، قلي شو رأيك؟ الباي، الباي بترجاك تعال ساعدني. تركوا المرأة بحالة، شغلكم معي. أنا هلا بتركيا. شوف، استنى بس. شوف، أنا هلا بغازي عنتاب، وهي قلعة المدينة المشهورة. جينا نشارك بجنازة واحد من قرايبينا. بس خلص باخذ كرم وبرجع. هاي المرة ما لها علاقة بهالشغل. كان لازم تخبرنا بهالشي، لأنه عليك ديون لازم تدفع لنا إياها، ولا كأنك نسيت؟
بس ترجع لهون رح نتصرف معك. ألباي بترجاك تعال بقى، أنا خايفة ومرعوبة. لا تخافي إذا أنا جاي، بكرة إن شاء الله بكون عندك، بكرة الصبح راجع. بترجاكم اطلعوا هلأ من البيت، بترجاكم. رح نمشي هلأ بس بكرة الصبح رح نلتقي مرة تانية سيد ألباي. قدرية شبك، شو صاير معك؟ ولا شي، بجوز فات شي بعيني. قدرية ليش عم تكذبي علي؟ مبين انك عم تبكي. خير شو صاير معك؟ احكي لشوف، خوفتيني. كل شي عم بعمله لنكون مبسوطين بالبيت عالفاضي، كيف ما بدي انزعج؟ قلت بجهز السفرة بلكي منقعد كلنا ومنتعشى مع بعض، بس شفت بعينك شو صار. البنت أغمى عليها، شو أعمل؟ بدك أتركها مثلا؟ بس جوزة موجود جنبها، خليه هو يهتم فيها. المفروض هيك. وفي شي تاني مضايقني. شوفي، من لما اجت ملك وعمتك متغيرة معي. تعرف شو قالت لي اليوم؟ شو قالت؟ قالت لي اني مو من عائلة كرداغ والزم حدودي. كتير ضايقتني بهالكلمة، كسرت بخاطري محمود. من غير شي ضليت طول النهار موجوعة عم بستفرغ. سلامة قلبك، ما كنت بعرف. لا تتضايقي من عمتي، المرأة صارت كبيرة، ما تاخدي على حكيها، أكيد مو قصدها. لا تحطي ببالك وانتبهي على صحتك. ليش مين سائل على صحتي بهالبيت؟ لنشوف شو رح يقلي الدكتور بكرة مشان هالموضوع. دكتور؟ لا تقلي إنك نسيان موعدنا كمان. مو بكرة بدنا نروح على الدكتور مشان نطمن على وضع ابننا؟ وقف قلبي، فكرت صاير شي معك لما قلتي دكتور. الله يسامحك، بس لك حسيت عقلي طار من مكانه. طلعي ايدي صاروا يرشفوا من الرعبة. عجبك؟ أنا بكرة بدي أسأله إذا بيصير سافر وما في خطر علي. بدي روح، يعني بلكي إذا رحت لعند أهلي بتهدأ أعصابي. ليش؟ لأنك مشغول بملك ولازم تضل جنبه بهالفترة، بس أنا لازم فكر بحالي وبابني. ما بقى فيني اتحمل كل هاد التوتر، مشان هيك قلت بروح لعند أهلي لبين ما ترجع أختك على ألمانيا. قدرية كيف يعني بدك تروحي وأنا موجود؟ معقول هالحكي؟ إيميلي هالفكرة من بالك؟ شو تروحي لعند أهلك وتتركي بيتك؟ بعدين ملك مسافرة بكرة، مرقينا هالليلة على خير، وبكرة بيرجع كل شي مثل ما كان. والله أنا ما عاد صدق شي بنوب، كل يوم من قلعن وبيرجعوا مثل هاي الطابة، شو اسمها؟ اللي بترميها وبترجع. المجنونة. هاي هي طابة المجنونة، وأختك مثلها. أنا بدي نام. ماما بالزور لنيمته.
ماما أنت منيحة؟ أي حبيبتي لا تشغلي بالك، بس كرم متأخر كتير. ماما لساتا ناطرتك، ما تسهر أكثر، بكفي إنها مريضة وتعبانة. طيب ماشي، ليكني جاي على الطريق. كرم قال شوي وبيوصل، فلا تشغلي بالك. قال لك شي وينه قريب من هون؟ شوي وبيوصل. الكل بيكونوا ناموا. خير، شو اللي مسهرك لهالوقت؟ اجيت لحتى اخذ رايك بشغله. برايي ما في داعي. ما ضل لي راي بهالبيت، ولا ضل لي كلمه على حدا من الموجودين. اللي شو لازم اعمل اخي؟ انا جنب مين لازم كون وضد مين لازم اوقف؟ فهمني بس. مبين إنه بنتك ملك واقعة بورطة، في شي صاير معه وما قالت لنا عنه. مثلاً جوزة لحقها لهون مشان ياخد الأولاد وما رضيت تروح معه، وهلأ مرضت وعم ترد ترجع على بيتك، مع إنه كل ما بتجي بتطلع منه مقلعة ومكسورة الخاطر. شو جابرها ترجع؟ ما بعرف شو اللي جابها لهون، وما بعرف شو صاير معها. حطيتها جوات قلبي وخبيتها تحت جناحي، ومع هيك راحت وما سألت عني. من وقتها وأنا عم حاول طفي هاي النار اللي شعلاني جواتي من ورا عملتها. قلت لحالي يا ولد البنت ماتت، لبقى تفكر فيها، بس ما ارتحت. قلت الحياة بدها تستمر، وما عاد لازم لوم حالي، بلكي قلبي بيرتاح. بس هلأ كل ما بشوفها قدامي بحس النار عم تشتعل بقلبي. شكلها نار قلبي ما انطفت يا نفيسة. وما رح تنطفي بهالطريقة، ما رح تقدر تطفي نار قلبك إلا لما تواجهها وتوقف قدامها. إذا وقفت قدامها رح احترق فيها، وما ضل قدامي هالمرة غير ابعد عن بيتي. ولا شو أعمل؟ برأيك في قدامنا غير هالحل نخلص من هالعار اللي خرب حياتنا؟ الخوف والهرب بعمرهم ما منعوا الأجل والمكتوب أخي. والله يعين يلي رايح على القبر وضميره مو مرتاح. بنتك ملك واقعة بمصيبة أكيد، وبالأخير مالها غير أبوها. طول عمرك بتمد إيدك للغريب قبل القريب، معقول ما تمد إيدك لبنتك اليوم؟ وبدل ما تقلعها دغري وما تعطيها فرصة تحكي، خلينا بالأول نفهم منها شو يلي صاير معه وشو مشكلتها قبل ما يفوت الأوان يا أخي. وإذا فات الأوان ما بيعود الندم ينفعنا. أكيد بيكون برد الأكل، رح قوم سخنه وأعمل لك صحن شوربة بلا ما تنام جوعان.
وين كنت؟ انشغل بالي وخفت عليك. جب لك تاكل؟ لا، كنت عم اتمشى. حابة إلكن آسفة على كل شي مريتوا فيه بسببي. بعرف إنه مو من حقي أبداً أحرمكن من الحياة اللي كنتوا عايشينها بألمانيا، ولهيك بعتذر منكم. بس ما كان في قدامي حل تاني بنوب. ومع هيك أنا بوعدكم رح أعمل اللي بقدر عليه لحتى أصلح كل شي ولنرتاح من كل هذا العذاب. رح ألاقي شغل ورح يصير في إلنا بيت نعيش فيه، ورح يكون عنا حياة حلوة بدون هرب وخوف، ونضل مع بعض. كيف؟ بس ماما أنا ما بدي أعيش هون. ما ضل مشكلة إلا وقعت فوق راسنا بهالبيت. من لما اجينا لهون ما شفنا نهار حلو. مجبورين وما فينا نرجع على برلين. وبلا ما نرجع على برلين، شو ما في بألمانيا غير برلين؟ منروح لأي مكان ومنكفي حياتنا طبيعي. ما فينا حبيبتي، لأنه أبوكي ما رح يتركنا بحالنا. عأساس هون تاركنا بحالنا يعني؟ ولما هربنا من أبي واجينا لهون طلعوا بيت جدي بيكرهوكي كمان. فهمينا بس، ليش ما بيحبوكي؟ شو اللي صاير بينك وبينهم؟ ليش كل هالعداوة ماما؟ لأني غلطت كتير بحق أبي، مو بس بحق أبي، بحق أهلي وعيلتي كلهم كمان. كنت مراهقة وفكرت أني بقدر أعيش لحالي ومثل ما بدي. وأنتي قدرتي وكنا عايشين. بس ما عم أفهم ليش هلأ جينا لهون. فهموني ابني، أنا كبرت، ما عاد فيني أعيش لوحدي وأتحمل قسوة الغربة مثل الأول. كيف لوحدك ماما؟ ليش نحن وين رحنا؟ أنا مو هادي اللي بقصده، بعرف إنكن جنبي. أصلاً أنتوا قطعة من روحي، أنتوا أهم شي بالنسبة لإلي. بس حياتي مع أبوكن صارت مستحيلة. يوم واحد بعدت عنكن رجعت لقيتك عامل خناقة كبيرة، وأختك كانت رايحة مع ناس ما بعرفهم. عم بحلم يكون عنا بيت صغير ودافي وحياة هادية، هاد أكتر شي أنا بحاجته. ونحن كمان عنا أحلام. أنا كمان حابة غني وكفي مستقبلي بألمانيا. بعرف يا عمري، بعرف، بس أحلامك هي ما بعرف شو بدي قلك. بترجاكي حاولي تفهميني وفكري فينا كلنا. ماما أنا اللي بدي أفهمك؟ أنت عشتي الحياة اللي بدك إياها، تركينا نعيش حياتنا وطموحنا. هالحكي مو وقته، سكتي هلأ دفنا. كلك كم شهر وبتصيري 18، بعد اعملي شو ما بدك. حاش تضغطي على ماما. خلص خلص، يلي عم تعيشوه هلأ مو سهل أبدا، بعرف، ومعكن حق. وأنا ما بدي شي غير تكونوا مرتاحين، لأنه غير سعادتكن ووجودكن جنبي ما في شي بهالحياة بهمني بنوب. خليهم يكرهوني ويقلعوني ويعملوا يلي بالدنيا. مستعدة اتحمل كل شي. اذا انتو ضليتوا جنبي ما بدي شي تاني، بكفيني انكن معي. لهيك بترجاكن تفكروا فينا.
أنا بلاكن ما فيني أعيش. ماما ما رح نتركك ورح نضل جنبي، رح نخلص من كل هالمشاكل ونضل مع بعض. ولا تشغلي بالك ببابا، وإذا لحقنا ما حيقدر يفرقنا. لا تخافي، بالآخر رح يمل ويتعب. مو خايفة. ما حدا بيفرقنا. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda.